انت لو كنت شفته يا بابي الكلب الساف اللي يقول عليا انا كده وقدام مين؟ صاحبه يتهمني فيه وصوته قد كده مسمع الشغالين كلهم. لا وفي الاخر يرفع علينا المسدس عايز يموتني. علي عمل كده؟ اتجنن خالص، نسي اصله الواطي. ازاي يعمل كده؟ انت لو كنت شفته يا بابي والله العظيم كنت قتلته. انا عايز افهم ازاي يقول كلام خطير زي ده وليه؟ سكر زي الاهبل ونسي نفسه. شافني انا وجمال قاعدين مبسوطين وبنضحك، ما هو الراجل في بيتي يعني وعامله له العزومه على شرفه، لازم اقعد معاه واجامله. اه تمام غير منه يعني. بالظبط، جه زي المجنون. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بينكم ايه؟ لحد ما قال كل الكلام الساف اللي قاله ده. ده يومه اسود معايا. انا يا بوبي؟ انا يقولي ده مش ابني؟ هو فعلا مش ابني، من بعد النهارده مش هيشوفه فعلا. طبعا. طب هاتي لي الموبايل بتاعي بسرعه. ايه يا بوبي مالك؟ في ايه؟ مش حاجة مفيش حاجة، بس هاتي لي المهندس والبخاخة. ما هو عشان كده أنا ما كنتش عايزة أحكي لك. يا بنتي ما تخافيش مفيش حاجة. حاضر، بالراحة على صحتك من فضلك عشان خاطري ده وطي ولا يسوى. سمسم النار يا مولانا، احنا هنيجوا على الفحمية كفتة ولا إيه؟ مين؟ شيخ نوح؟ قومي. أهلا أهلا يا محسن الصدف. ايه انت بتيجي هنا كتير ولا ايه يا شيخ؟ والله ده انا قاعده بالمخزة يعني معدي كده في الزلات قلت ادخل الحمام وانا خارج شميت ريحه المحسن وانت لسه واقف استنى اشرب حاجه. اتفضل اتفضل يا راجل. اللي هو نصيب والله يا شيخ نوح، من يوم ما خرجت وانا عايز اكلمك عشان ابارك لك على خروجك، لكن شوف ربنا بقى بيرتبها لوحده ازاي من غير ما حد. سبحان الملك، عموما الله يبارك فيك يا سيدي. انت هتاخدني في الكلام تشرب ايه؟ لا انا مستني حد هيعدي عليا وهنمشي سوا مع بعض. المهم يعني انا مش عايزك تكون زعلان من اللي حصل. اللي حصل مع شيخ نوح اضعاف اللي حصل معاك. بلغني. بس انت هتسكت يعني على الحكايه دي؟ دي فلوسك يا اخي مش عمرك، هتسيبهم كده خلاص يعني؟ طبعا لا، هو مش ساكت وقربت احط ايدي على العمل اللي عامله السودا دي. واحد ابن حرام وظني برضو هو اللي عمل فينا الملعوب ده. بس ما تاخذنيش انا من فضلك اللي فاتت دي. سمعت يا كوم انك مقصود يعني وعداك كتير. علشان كده اليومين دول انا بلم اصحاب كتير يا نوح، وعارف انك زعلان من اللي حصل معانا. بس دي قلتها بنفسك، حد ابن حرام هو اللي عملها فينا. فيك؟ فيك انت يا كوم؟ انا اتخذت في رجليك كده اهو اوض. ما حصل بقى، دينا خسرنا سوا. بس هعوضها لك. ولما تسمع الافكار اللي معايا هتعرف تتاكد من كلامي. حد يكره يا سيدي؟ يلا ايدي على كتفك. أنا كنت متأكد من رأيك ده، وكنت صح كمان لما قررت إن أنا أشاركك، لأني متابعك من زمان وشايف شغلك وعجباني دماغك، وعارف كمان هنعمل إيه سوا مع بعض إن شاء الله. إيه؟ هنعمل كل خير يا كوم، كل خير. مريم، مريم. سي علي، أنت إيه اللي صحاك؟ أنا جايبة لك الفطار لحد السرير. إعملي لي قهوة. طيب غير رأيك الأول وافطر. وانا هعمل قلت لك يا مليلي قهوه ثواني وتكون جاهز. وانا نايم من امتى؟ من 3 الصبح يا حبه عيني، كنت تعبان قوي ومش طايق روحك. بس عارف يا سي علي، على قد وجعك اللي قاهرني ده على قد ما انا فرحانه قوي ان انت اطمنت لي وفتحت لي قلبك وحكيت لي على كل اللي تعبك. وانا حكيت لك ايه؟ كل حاجه يا اخويا، عن صاحبك ومراتك ولالات الاصل الواطيين اللي لابسونه العشره ولا اللقمه الحلال. بس اطمن يا اخويا، انا بقى اللي هجيب لك الواد اللي من صلبك ويطلع شبهك الخالق الناطق. انت عرفت الكلام ده ازاي؟ منك انت يا سي علي، انت اللي قلتهولي. الكلام ده ما اتقالش وانت ما سمعتهوش. حاضر حاضر. هو ده اللي تخلفيه من صلبي ده؟ ها؟ هو انا بقيت ايه؟ ها؟ فاهميني بقيت ايه؟ انت انت سيد الناس يا سي علي. سيد الناس يا بنت الكلب. ابو سيدك يا سي علي، انا ما عملتش كل ده. ما عملتيش؟ لو حد سمع كلمة من اللي اتقال هقطع لسانك. يا واد يا بنت الكلب. يا جزمة، انت بتسقع يا بنت ولا ايه؟ ها؟ سقع عليا ولا ايه يا بنت؟ سقع عليا، سقع عليا. يا واد يا بنت الجزمة. طب ليه؟ الورق ده يخوفهم قوي كده؟ ده اللي فهمته من كلامهم، بس ما كنتش متخيل انها ممكن توصل للدرجه دي. هي قالت لك ان ابو العزم؟ هي متاكده من صوته. بيعملوها ويلبسوها لي تاني مره يا بابا. عشان كده خليت ابو العزم يحصل بهجت. والله انا ما كان قصدي،
انا كنت رايح افهم بس طلع زيهم ما بيسمعش بودنه ولازم يشوف بعينيه. احسن حاجه عملتها انك خدت بطار الراجل اللي ساعدك. يلا خلينا بقى نشوف اللي بعده مين. اللي انت عايزه هيكون بتفكر في مين؟ نوح السباعي. ده التالت بتاع مثلث العراقي اللي حكى لي عنه بهجت سالم. لازم اصله واعرف الحكايه ايه بالظبط. ولو ما رضيش يتكلم يبقى ابو العزم كان حامين، واللي حصل لبهجت سالم حاجه في مصلحتهم وهتفيدهم. ولو اتكلم يبقى طالب حمايتي عشان ما يحصلش الجماعه. بس هو في احتمال تالت يا بوبو. اللي هو ايه؟ انه ما يكونش هم ابو العزم. ساعتها مش هبقى مضطر يقول لي على اي حاجه. ساعتها نجبر امه ونطلع الكلام من زوره. ما تسخنش. شوف الاول دنيته فيها ايه. الوقت ده يا صاحبي نعرف ونفرم على طول. معلش واحده واحده، خليني اكلمه الاول. هشوف المره دي هيسمع بودنه ولا محتاج برضه يشوف بعينيه. اللي حصل هو الضريبه اللي لازم يدفعها اي حد عمل اللي انت عملته يا قلبين. انا مش زعلان يا استاذ رزق الله، بالعكس انا كده اتاكدت ان انا ماشي صح. مع احترامي لكلام والدك وخوفه عليك، بس اسمع نصيحتي يا قلبين، اوعى تسيب المعركه هنا وتهرب. احنا محتاجين بعض كلنا، مش شعب الكنيسه بس، لا ده كل مصري شريف عنده قضيه ومبدا بيدافع عنه. اوعى تيأس وتهرب، صدقني. انا بعد اللي حصل اتاكدت ان انا قربت من الحقيقه، وده اللي خلاهم يعملوا معايا كده. الحقيقه نور، واكتر حاجه بيخافوا منها النور لانه بيفضحهم. مظبوط. انا هكمل يا استاذ رزق الله، هكمل. اهلا يا سعلي، بقالنا كتير ما تبناش. من زمان يا فندم. فعلا ايه شكلك؟ ما نمتش كويس؟ ما بتنامش في بيتك ولا ايه؟ لا ابدا سعادتك، كان عندي شغل وما لحقتش انام غير ساعتين. ما لحقتش تنام؟ مزعل الناس منك ليه يا علي؟ انت مش عارف ان شغلنا قايم على حاضر وطيب ونعم ومن غير مشاكل؟ ده اللي انا ماشي عليه من بدايه شغلي يا فندم. بس اللي وصلنا غير كده. الراجل كان بيشتكي منك جدا في الفترة الأخيرة، وكل تقاريره مش في صالحك بالمرة. تقصد مين سعادتك؟ هو في حد بيكتب تقارير عنك غير أبو العزم؟ أو الله يرحمه أبو العزم؟ مرحوم؟ مرحوم إزاي سعادتك؟ اسمع يا علي، مقابلتنا دي كانت هتحصل هتحصل. في الأول نتيجة غباء أبو العزم وتباطؤه في تنفيذ المطلوب منه، ما قدرش يخضع جمال للسيطرة. أوراق خطيرة جدا اتسربت ورطوا في قتل السفير، كذا غلطة على بعض. فاهمني يعني؟ طبعا يا فندم. أنا كنت هطلب منك إنك تتعامل مع الموقف، لكن جمال سبق وتعامل مع الموقف قبليك. جمال؟ إزاي؟ مش هو ده المهم. المهم دلوقتي إن الموضوع ده لازم يتقفل يا علي. لازم يتقفل، مش عايز اسمع عنه كلمة تاني، فاهمني ولا لأ؟ تمام يا فندم. تاني حاجة، التقارير اللي مكتوبة عنك أنا ممكن أفرمها، بس جمال الجبال يتفرم قبل منها، ما عادش منه أمل، ومش عايز أسمع عنه ولا عن الورق اللي معاه أي كلمة تاني. الموضوع ده يتلم يا علي، فاهمني؟ أعتبره حصل يا فندم. مكان أبو العزم فاضي يا علي. اثبت لي بقى إنك جدير بيه. حاسبك لسعادتك. يعني ايه خرج؟ راح فين؟ جراية يا عم اشرف، مالك متخلق علينا كده ليه؟ بقول لك مشي خرج. هسأله انت رايح فين؟ هو انتوا مش عايشين في الدنيا ولا ايه؟ هو جمال ده مش خايف، ده صوره ماليه الجراية كلها، يعني ممكن يتقبض عليه في اي لحظه. ما هو عشان كده خرج، راح يشوف ازاي هيشيلها من الجراية. انت هتهزر بقى. وانت بتسمي اللي بيحصل ده حاجه غير الهزار؟ كل يومين والتاني قضيه. لا وقضايا ايه؟ كل واحده انقح من اختها، وانا وانت وهو عارفين ده بيحصل معاه ليه. عايزين يرجعوه القديم وهو مش عايز. يبقى مين اللي ليه حق يخاف عم اشرف؟ هو ولا اللي بيرازوه؟ بقول لك ايه؟ النيابه مالهاش في الكلام اللي انت بتقوله ده خالص، هو المتهم في نظرهم، يعني لازم يختفي لحد ما نعرف مين الناس اللي بتقول عليهم دول. طالما وصلتك يا متر يبقى دورك مش هنا. ليه ان شاء الله؟ وانت تعرفني دوري ولا ايه؟ اعرفك. لو انت متاكد ان جمال ما يعملهاش يبقى تروح تدور على اللي عملوها معاه. ترقد لهم وتخطط لهم عشان تجيب رجليهم. هو ده دورك. تعرف تعمله ولا نخلص احنا وبعدين نحكي لك بيتعمل ازاي؟ نورت يا متر.
لا ما هو اصل واحد زي وهبة خليفة ده هيطمع ليه؟ فكر فيها انت بدماغك كده يا اخويا. الراجل ده عمال ياكل وهي مش مليان انفجار، يعني بقاله على الاقل 30 سنة عملوا مرة واثنين ومية، خلاص هيطمع في الشغلانة اليتيمة اللي في ابني. والله العظيم اللي عمري في حياتي ما بحلف بيه كده. أنا بقول لك كومي زي ما حضرتك بتقول بالظبط يا شيخ نوح، بس هو بقى اللي شكاك حبتين. يا فريال يا حبيبتي، المسألة مش مسألة شك، الحكاية حكاية عندي يا نوح، وأنت عارف بقى الكبار لما بيندوا على بعض المسائل ممكن توصل لحد فين. أنا لو منك وعايز يبقى كبير على حق يعني أبعد عن شر وغنيه كده ولا إيه يعني؟ طبعا. يعني إحنا كان زماننا دلوقتي قاعدين نجمع ونطرح في أرباح أو الأطفال. والله إن لله بقى هتتعود، هتتعود إن شاء الله يا نوح. أكتر من كده وبيروح ويرجع عادي يعني. جرى إيه يا كومي؟ هو إحنا هنفضل نتكلم في الشغل وخلاص؟ مش كان واجب برضو يا شيخ نوح تجيب المدام مع حضرتك عشان نتشرف بمعرفتها؟ المدام؟ أنا مدام فيهم؟ اللي بتعتمد عليها، اللي بتمشي لك شغلك. أصل غير كده يبقى اسمها أم العيال. الصراحة بقى الاثنين بقولها يعتمد عليهم. جرى يا شيخ نوح؟ ناوي تكمل ثلاث أرباع دينك تخش على الثالثة ولا إيه؟ ماله؟ الله العالم ملهاش أخت، بنت خالة، قريبة، حاجة كده يعني؟ لا، أصل إحنا بنات عائلتنا كلهم طرح بدري، ما بنستناش. طب تشوفي لي واحدة من صحباتك؟ واحدة من صحباتي ده إيه؟ هو أي حد وخلاص؟ أنا عارفة مزاج الشيخ نوح فيه. بسم الله ما شاء الله، عرفتي مزاجي كده من أول قعدة. الله يبارك لك فيها يا كومي، الله يبارك لك فيها. أهو أهدي الستات اللي تتقني، بسم الله ما شاء الله، عقل وخبرة، توزن بلد. ده بس من ذوق حضرتك. عقبالك الشيخ نوح. خد كل كل دي لوحدي. قولي لي يا ماما، صح ان الواحدة تكذب وتداري وتخبي لو ده في مصلحتها، ولا صح انها تقول انها ندمت وغلطت مرة؟ يعني كنت اخدها ولا غلط؟ قولي لي بجد، انا مش فاهمه حاجه. اكيد لو نخدع ونخبي يا ابني اكيد دي حاجه غلط. يبقى عمل معايا كده ليه؟ ده انا حبيته، وعلشان حبيته قلت له كل حاجه. يعني كان هيريحه يعني نضحك عليه؟ ممكن اشرف مش هو الحد اللي حبك زي ما انت حبيتي. عندك حق، مش هو اللي بيحب بيغفر. صحيح انا ما كنتش مستنيه منه انه يقول لي خلاص اللي حصل حصل ويلا نبدا صفحه جديده. انا كنت بقول له متاكده من رد فعله انه هيبعد، بس مش بالطريقه دي يا ليلى، مش بالطريقه دي. طب اهدي ارجوك تاني يا ليلى. انا مشكلتي انه مش بس سابني وانا محتاجاه، لا، سكوته وانسحابه بالشكل ده معناه انه شايفني رخيصه، واني فرطت بنفسي بسهوله وبمزاجي. انا ما كنتش مستنيه منه غير كلمه واحده، كلمه واحده يا ليلى، يقول لي احنا مش هينفع نكمل مع بعض. بس كده ليه؟ ليه يا ليلى؟ فهميني. خلاص يا حبيبتي، تجربة ومر حلوة ومرها وعدت، ارميها وراكي وخلاص. عندك حق، صح، تجربة وانتهت خلاص. بس انتي عارفة ده كله حصل لي ليه؟ عشان انا خنت رضا، نسيت قضيته وجريت ورا الأستاذ. الكلام ده ملوش فايدة، انتي بتقولي أي حاجة. أنا اللي استاهل. اسمعي، أنا عاوزاكي تروحي له وتاخدي منه القضية، أنا مش عاوزاه يكمل فيها. يا روبا اسمعيني بقى. ومش بس كده، انا عاوزه كل السديهات اللي اديتها له. انا مش محتاجه منه اي مساعده ولا انه يعرض نفسه لمشاكل بسببها. من فضلك يا ليلى تجيبها لي منه، من فضلك. شدي حيلك يا مدام نانيا. ميرسي جدا. الباشا كان استاذنا كلنا وياما اتعلمنا منه، لكن دايما ده مصير اصحاب المسؤوليات اللي خدموا الوطن باخلاص. أنا شفت المنظر بعيني، الخاين الجبان اللي ياما أبو العزم فتح له بيته واستقبله فيه، هو اللي يعمل فيه كده؟ هنعمل إيه بقى؟ طبع في دمه، هنخليه يبطله. ده دخل علينا زي الحرامية وقتله في سريره. مدام نادية،
الباشا عاش عمره كله في عمليات وبطولات تشهد بيها الوزاره، والكبير قبل الصغير، وانا كواحد من تلامذته ما يرضنيش ابدا ان تاريخه ينتهي بالشوشره والكلام اللي هيقولوه عنه وازاي اتقتل في سريره من غير ما يقاوم. قصدك ايه حضرتك؟ يعني سعاده الباشا استشهد اثناء اشرافه على العمليه وهو بيأدي واجب الوطن، ده احسن له واحسن لك واحسن لينا كلنا. البقاء لله يا مدام. كل ده تاكل لوحدك؟ صحيح ما انت كرشك واسع وبيبلع كتير. انت مين؟ ما تحاول كده تفتكر. هي فزوره اخ. اه فزوره، ولو خسرتها هتخسر كتير. لو ما قمتش من هنا هحدالك الامن. امن؟ امن مين يا ابو مجيدي؟ اسمك كامل عراق ولا ايه؟ ده مين بالظبط؟ ما قلت لك حاول تفتكر. واحد عارف اسمك ومكان شغلك وكنت بتعمل ايه هناك؟ الحنفيه، سلاح المقاومه، اللي شحنتين منه كانوا بيعدوا للمجاهدين والباقي بيتفتش ويتسلم للامريكان. مش ده اللي كنت بتعمله هناك ولا انا غلطان؟ جمال الجبالي. صح صح، انت جمال الجبالي. الله ينور عليك. جاي لي ليه دلوقتي يا جمال؟ معلومة اللي عندي ان انت مطلوب القبض عليك. لا ما تقلقش، ما لسه شوية لما اكمل بقية المجموعة. خير؟ المهدي حسين، انا سامع ان انت كنت بتشتغل معاه من قبل ما تتسجن ولسه بتشتغل معاه. عايز اعرف بقى طبيعة الشغل ده ايه؟ واوصل له ازاي؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. شو الموضوع؟ خلص. المهدي استغنى عن خدماتي وجد نظره انه بقيت رد زبون وما عرفت ما تشرفش. وايه الجديد يا نوح؟ ما انت ما تشرفش من قبل ما تتسجن. شوف يا جمال، اذا كنت فاكر نفسك زي زمان ظابط شاطر طول، دور ورايا واعرف مين معايا. انا معايا المهدي ولا اقوم المهدي، وانت واللي زيك لا هتعرفوا توصلوا له ولا توصلوا لغيره. ماشي يا نوح، براحتك، بس انا هوصل له وهوصل له عن طريقك كمان. ساعدها بقى يبقى حلال عليك. ماشي، بس انت ساعتها ما تجيش تقول لي حرام عليك. أهلا ليلى، أول مرة تشرفيني في مكتبي. ده حقيقي، كنت أتمنى إن الموقف يبقى ألطف من كده. يا ربع حصل لها حاجة ولا إيه؟ أنت بتهزر يا أشرف؟ أنت مش عارف حالة ربع عاملة إزاي؟ واضح إنها حكيت لك اللي حصل بينا. ربع طول الوقت كانت تهرب منك ومن غيرك علشان ما تعرضش نفسها للموقف اللي أنت حطيتها فيه. ليلى من فضلك اسمعيني. مش جاي اسمع منك كلام ولا تبرير. ربا كانت قدامك، كنت اقول لها كل اللي عايز تقوله، لكن انت عملت ايه؟ سبتها ومشيت. ما هو ما كانش ينفع اعرف اللي عرفته وافضل قاعد بتكلم معاها، كان لازم استوعب الاول. كنت اقول لها لكن ما تحسسهاش انها رخيصه للدرجه دي. يا اشرف ده انت محامي وعارف يعني ايه الاحساس بالظلم والاهانه صعبين ازاي. ربا حكيت لك بكل امانه اللي حصل لها، كانتش بتفرض عليك انك تتجوزها وترتبط بيها، مجرد كلمة بطريقة آدمية إننا مش لبعض وخلاص. ليلى أنت هيظهر حتى ما حسمتش المسألة جواك، ودي حاجة كويسة على فكرة. أيوة ده معنى إن أنا لسه بفكر،
يعني احنا ممكن نرجع لبعض. تفتكر؟ ركز في شغلك يا اشرف، انسى روبا خالص. انا جايه لك علشان اقول لك حاجتين. ملف قضيه رضا هي بتشكرك وبتعفيك من متابعته، وعايزه كمان كل السيديهات اللي عندك. لا لا اشرف، روبا لغيت التوكيل خلاص. يعني الكلام ده صحيح؟ الولد دول له اب تاني؟ جرايا مسحر. ما خلاص بقى. خلاص ده ايه؟ انت مستهونه بالموضوع كده ليه؟ انا عايزه افهم. ايه يعني هيطلقني في 60 داهيه؟ يعني ما هو ده اللي انا كنت عايزاه اصلا. ما انت لو عايزه تطلقي ما فيش حاجه هتحوشك، ما طلبتيش من زمان ليه؟ اهو كنت مبسوطه وانا بذل فيه كل يوم. طب هو في 60 داهيه عشان طلع مش راجل، انما الواد ده ذنبه ايه؟ ذنبه ايه ما يعرفش ابوه؟ هو ابويا يا مسحر، اهدي بقى. ما تضحكيش عليا عيب، انا اللي مربياكي. مربياني بذمتك؟ ده منظر تربيه. انا سافله على فكره بس مبسوطه كده. لا حول الله يا ربي. طب عشان خاطري انا، قولي لي انا مين هو؟ هو ابويا مسحر، هو ابوه بالذوق بالعافيه، هو ابوه. ولو راجل يقول غير كده وانا افضحه واقول له مين ابوه الحقيقي. طب قولي لي انا مين هو؟ ما تخنقيش منك يا مسحر، قومي اعمليه فنجان قهوه. حاضر يا حبيبتي. حاضر يا منى، ربنا يهديك يا بنتي. ربنا يهديني. عاش من شافك علي باشا، من امتى ما تقابلناش؟ حلوه الارض دي يا نوح، ناوي تعملها ايه؟ تبقى مش علي باشا اللي انا اعرف. برافو عليك، كنت مستنيك تصيح، بس شكلك لسه فاكر. اصيح ازاي يا باشا؟ مش عيب، هلف وادور على مين؟ مين بقى؟ دكتور زيتون. زيتون؟ وخلاك تشتري له فين تاني؟ هنا وحته زيها في حلوان وحتتين زيهم في اسكندريه باسم المدام. المدام؟ ضمنكوا قوي هو. يا باشا احنا برضه لو خرجنا من الضمان هيبقى لنا صيانه فين؟ وايه من ورا ده يا نوح؟ يعني هيسلكني في السوق. اعوض شويه من اللي فات. ودلك على عملها فيك في حكايه الكومي. الله يا باشا، يعني الحكايه دي شغلاني قوي، كل ما كفشها تزق مني. انا هريحك واقول لك هو مين، واعتبرها هديه طلوعك من السجن. تسلم لي يا باشا. فاكر الواد بوبو؟ بوبو بتاع الانتخابات. ربنا فتح عليه دلوقتي وبيلعب في كل حاجه. هو ده اللي هو يا نوح. وما تسالنيش من اللي زابه علشان ما فيش. هو رامي بلاه عليك وعلى الكومي، عايز يكبر لفوق ويعوض اللي فاته زيك برضه. الصرصار ده هو اللي لبسنا في بعض. الو؟ ايوه باشا، تحت امرك يا باشا. مسافه السكه واكون عندك. مع الف سلامه. مبروك البراءه يا نوح. ازيك يا بطل؟ الحمد لله. عامل ايه في المدرسة؟ كله تمام، بس الميز بتاعتنا كانت ابسط، واحنا عندنا حاجات كتيرة قوي لسه ما خلصناهاش. يا نهار ابيض، طب دي مشكلة كبيرة بقى. جدا. هنحلها ازاي؟ احنا لازم نعمل بقى اجتماع موسع على مستوى القاعدة. بالظبط. ايه؟ انت قلت ايه تاني؟ نطلع فوق ولا كده؟ بقول لك ايه؟
تعالى انا عايز اسال ميس بتاعتك على حاجه. حاجه ايه؟ تعالى بس حاجه. ده بس الميز بتاعتك واجي على طول. ماشي، طب اجي اوريك فين التيشر روم. انا عارف، ما تتحركش من هنا. اوكي. نفسه لما يلاقي كده فجأة وضعه اتغير وبقى في مكان ما كانش يحلم بيه أبدا، ومسنود ومحمي برغم أي غباء بيعمله، وساكن في مكان ما يحلمش إنه كان يعدي جنبه، بيلبس ماركات ما كانش يعرف ينطق اسمها أصلا، بياكل وبيشرب أكل عمر أهله ما كلوه وناس بتخدم عليه. تفتكر بني آدم زي ده ينسى نفسه ويفتكر ان هو بني ادم بجد وهو اصلا ولا حاجه؟ الكلام ده ليك انت يا علي يا ابن الميري. عارف لما اتقدمت لبنتي انا جات لي تحريات عنك وعن عيلتك كلها، ولو كان ابوك عايش انا ما كنتش هوافق على الجوازه دي ابدا، لان مش هقبل اني احط ايدي في ايد البصماجي تاجر الاثار. لكن اعمل ايه؟ بنتي كانت عايزاك، قلت وماله؟ أو تجربك زي اللي قبلك، ما هو ده طبعها. لكن الصراحة أنت طلعت شاطر وعجبتني، لأنك كنت زي الجزمة في رجلها. عمرك سمعت عن جزمة ما سمعتش كلام صاحبها؟ ولا مشيت على هواها؟ لا يمكن يا باشا، لا يمكن. يبقى مصيرها إيه؟ تترمي في الزبالة يا باشا، لأن ملهاش قيمة. قيمتها بس من قيمة اللي لابسها. سلام. الله. شاطر شاطر شاطر، تبقى شاطر ترجع لستك منى، منى خليف، وتبوس رجلها وتعتذر لها وتطلقها. اطلقها؟ سعادتك انا ما كنتش في وعي، سكرت وتخيلت حاجات غريبه، لكن لما فقت افتكرت ان ده كان كابوس. انا اللي يمكن اقدر ازعل منى مني يا باشا. انت اصلا ما تجرؤش انك تفكر في حاجه زي دي ولا تخيلوا سعادتك. هنا هي كل شيء في حياتي، من غيرها ومن غير سعادتك اضيع. يعني يا ابني ما عملناش فيك حاجه، انت اللي عملت في نفسك كده عشان تبقى عبره قدام الناس، وعشان جوزها اللي بعدك يعرف مصيره ايه. خليف بيارجوك اديني فرصه، وانا هخلي منى تقبل اعتذاري، وبعد كده انا تحت امرك. البيت والقبض عليك. ليه انا ما عملتش حاجه؟ في ايه؟ في ايه؟ ابعد عني، ابعد. طب سيبني انا هارد لوحدي، ابعد. قوموا لي اي هارد كمبيوتر او سيديهات او اي كتب. يلا لمغزى علي بيه، في اوامر من الباشا انك ما تدخلش. وفي حاجات لحضرتك هنا، تحب احطها في الشنطه؟